هذا الطلاب ذكر ليش المحاضرة سألنا على محاضرة رقم 5 كان بيها آخر مثال موجود بالمحاضرة اللي هو صفحة 17. هذا المثال منطيك الأبعاد كلها بالمتر وقايل لك ضغط الشارع 22 متر ومنطيك الكيو 240 لتر بير منت لكل طابق ومنطي هاي المعادلة ال HF تساوي 0.001246 كيوتر بي ال على دي للقوة 5. احنا اذا نرجع لل HF ال HF بالمحاضرة او بالصفحات اللي قبلها هنا ذاكر لك انه ال HF لازم تستخدمها بالفوت، واللينث ايضا حيصير بالفوت ما دام ال HF بالفوت. الكيو ذاكرها ايضا بالصفحة اللي بعدها قايل لك الكيو تستخدمها بالقلم بير مينت، يقول لك الدايمتر حيطلع عندك بالانش. فانت هنا الوحدات اللي عندك ايش راح تصير؟ انا وضحتها هنا بهذه الصفحة، الوحدات ال اتش اف بالفوت، الكيو بالقلم بير مينت، اللينث بالفوت، والدي بالانش. طبعا اذا قسمنا طرفين على ال راح يصير هنا راح يصير اتش اف على ال. الاتش اف على ال هو السلوب، حيصير عندك شكل المعادلة هو. حتى ليش كل مرة تقعد تكتب اتش اف و ال؟ انت اصلا حاسب السلوب لكل قطعة لاين من البايبات اللي عندك. فهنا ايش راح يصير شكل المعادلة؟ حيصير السلوب يساوي 0.001246 كيو تربيع على دي للقوة 5، مجرد بس ال L حولتها للطرف الثاني حتى تتحول إلى صيغة HF على L واللي هي تمثل السلوب. إذا المعادلة اللي راح تشتغل عليها هي هذه، حتى أبسط مو كل مرة تكتب HF و L. السلوب حيساوي 0.001246 كيو تربيع على دي للقوة 5. السلوب هو dimensionless، الكيو لازم تستخدمها بالقلم بير مينت، والدايميتر حيطلع عندك بالإنش. أنا أخذت واحد من اللاينات اللي هو أول لاين وفصلت الحسابات مالته. أول لاين هو الـ 5ABC اللي هو موجود هنا، هذا اللاين ABC. اللاين ABC أنت السلوب مالته والكريتيكال سلوب أنت حاسبه سابقا مقداره 0.037. إذا طلعت أول بارامتر موجود بالمعادلة، فتحتاج السلوب وتحتاج كيو حتى يطلع عندك الدايمتر. السلوب طلع، الكيو أجي على ديزاين ديسشارج مو على التوتال ديسشارج. طبعا ديزاين ديسشارج قيمته 248 بس وحداته لتر بير مينت. فأنا هنا بهذا التوضيح شو بين لكم إن الكيو أنت 248 لتر بير مينت لازم تحولها لقلم بير مينت، يعني قسمتها على 3.785. ورا ما قسمتها طلعت عندي قيمة الـ Q 65.52 جالون بير مينت. دي طبقت بهذا القانون الـ Slope 0.037 والـ Q 65.52 تربيع، طلع عندي الدايمتر. بس انت تنتبه هنا ان الـ Q تربعها والدايمتر يطلع لك مرفوع القوة 5، يعني الناتج اللي يطلع لك تنطي الجذر الخامس حتى تطلع الدي. طلع عندي الدايمتر 2.704 انش، حولت الانج للمليمتر طلع عندي 68.68 مليمتر، واللي هو موجود عندكم بالمحاضرة مقرب بي الى 86.7. بقية اللاينات بنفس الاسلوب. وضحت الفكرة طلاب؟ نعم اكيد. سيد، نعم عباس، بس ضغط التركيب ال 5.26 هذا ثابت لو شلون؟ اي طبعا هذا ثابت، قلت لكم تحفظوه. هذا غير اللي بدنا نطرحه منه. هذه 5.61 بالضبط. على من تتعامل ويا امتار، ولما نتعامل ويا بي اس اي فهي 8 مثل ما اخذناها بالمثال اللي بعدها اللي هو هنا موجود محاضر رقم 6.
هنا ايضا 5.61، ليش؟ لان انا دا اتعامل ويا امتار، فلهذا اطرح 5.61. بس بالمثال اللي اعتمد على حساب الـ PSI طرحنا 8. 8 هو نفس الـ 5.61 متر بس بوحدات الـ PSI، ضغط، وحدات الضغط 8 PSI. اوكي. بالنسبة للهوم وورك، إذا أستخدم القانون مال الـ HF راح الـ Q تكون بالجالون بير مينت للمتر مكعب بير سكند. لا، الكيو بالجالون بير مينت، هذا الرقم اللي دا يختلف هنا. انت اختلاف صار باك لان الرقم هنا اختلف، غير كان 0.0012 something 124. اي هذا الرقم الاختلاف اللي هنا نتيجة اختلاف نوع الماتريال مال الفايف فقط، ما له دخل بالمعادلة. فال HF over L هي راح تصير السلوب، والكيو بالجالون بير مينت والدايمتر يطلع عندي بالانش، والال بالفوت. الال بالفوت بس احنا اصلا، والاتش اف ايضا بالفوت بس احنا اصلا قلنا الاتش اف على الال هي السلوب، فماكو داعي مرتين اعيدها الحسابات. بعد طلعوا، هل عنده سؤال؟ اذا راح ناخذ موضوع الدرينج. الدرينج اللي هو عبارة عن الأنابيب اللي تنقل الويست ووتر الجمعة من داخل البناية تنقلها إلى الخارج. A drainage system is a system of piping within a private or public premises that conveys sewage, i.e. any liquid waste containing animal, vegetable or chemical wastes in solution. أو تحمل rain water or other liquid wastes to an approved point of disposal. نادي يقول لك الـ drainage system، نظام التصريف، هو عبارة عن شبكة أنابيب ممكن تكون لبنايات private أو public، مهمتها إنه تحمل السوج. السوج معرف الكيا قايل لك هو أي مخلفات سائلة تحتوي على مخلفات حيوانية أو نباتية أو كيميائية. أيضا الدرينج تحمل مياه الأمطار أو أي ويست ثاني موجود. هذه الويست حتنقلها إلى نقطة الديسبوزل اللي هي نتخلص منها. It does not include the mains of a public sewer system. يقول لك أنا هنا ما دا أحكي على sewer system البرة الخارجي، أنا دا أحكي داخل البناية. هذا الفرق بينها وبين اللي كنا ناخذه بالكورس الأول. The sanitary sewage, also called domestic sewage، وهذا هم أخذناه قبل، قلنا يا ما نسميه sanitary أو نسميه domestic، is a sewage that contains human excrement and liquid household wastes. لما احدد اقول ان السوج اللي عندي هو sanitary sewage، فمعناها اني دا اقول انه اني هذا الويست الليكويد يحتوي على مخلفات بشرية ومخلفات سائلة نتيجة الاستخدامات داخل البيت. هذا هو sanitary sewage او domestic sewage. الووتر Born sanitary waste from toilet, sink, shower, etc. is packed to sewage treatment plant or septic fields. Almost always using gravity from high point to low point to lake and rivers. Sanitary sewage or sanitary waste اللي ينتج من التواليت ومن السينج من الحمامات من كلها، يقولاني لما راح انقلها راح انقلها للسوج تريتمنت، لمحطة معالجة مياه المجاري
أو أنقلها للسبتك تان إذا ماكو محطة معالجة مياه الجاري. بس عادة يقول لك أنت راح تستخدم الجرافيتي، هي هذا اللي يميز شبكة المجاري عن شبكة الووتر سبلاي، إنه شبكة المجاري تشتغل على الجرافيتي. بس إذا منتبهين مرات أكو بنايات مكتوب عليها محطة ضخ مياه مجاري، هاي ليش تصير هاي محطات الضخ؟ أنا من دا يمشي باي جرافيتي إيش دا يصير بيه؟ لازم السلوب مالته يبقى يتناقص يتناقص، يعني كل مرة دا أحفر أكثر حتى أحافظ على السلوب إن المي أو الويست يجري وما يترسب. فأني إذا دا أمشي مسافات كلش طويلة إيش راح يصير؟ راح يصير إني توصل لنقطة إنه أنت تحتاج تحفر كلش هواية حتى تحافظ على السلوب، يعني كل ما زاد عندي الطول لازم أحفر أكثر حتى يبقى السلوب نفسه. فهنا شي يصير يحطون محطات ضخ بهذه النقاط فقط اللي الحفر مالتها يصير كلش عالي، الغرض من عندها انه راح يضخ الويست الى مستوى اعلى ويرجع النوب مرة ثانية باي جرافيتي. فهذه هي محطات الضخ. Some important items. The drain. The drain is a channel or pipe. وهذه قلنا احنا مرات البايبات اللي تنقل او النتورك اللي تنقل الويست خصوصا داخل محطة معالجة المياه المجاري تكون عبارة عن شنالات مو بايبات، يعني open channel. The drain is a channel or pipe which carries wastewater in a building drainage system. The drain نفسه هو البايب اللي دا يشيل الويست ووتر داخل البناية. The stack is a general term used for any vertical line of soil waste or vent piping which collects water and wastewater from fixture drains. الستاك هو جنرال يعني كلمة عامة، بعدين راح نفصلها إلى سايل ستاك وويست ستاك راح ناخذ تفاصيلها. هذه مهمتها إنه تحمل الووتر والويست ووتر من الفكستشر، من الفكستشر نفسها. الدرين لا، داخل البناية ممكن تكون مثلا هذه الستاك مثلا من نهاية القلي مالت التواليت إلى مثلا حد ما تطلع تروح مثلا للسينك وبعدين يبدون يجمعوها، بينما الدرين لا، يعني هي الشبكة فرتها داخل البناية مو شرط انه من الفكستشر. الستاك حيصير بيه نوعين، السويل ستاك والويست ستاك. السويل ستاك collects waste from water closet and urinal. السويل ستاك يعني يجمع لي اللي نسميه احنا البلاك ووتر. البلاك ووتر هو الويست اللي ناتج من التواليت او اليورينال، هذا السويل ستاك. الويست ستاك هو اللي دي يجمع لي الويست من بقية الفكستشر عدا الووتر الدبليو سي واليورينال. Figure 3 shows the two types of stack. هسه هذه التواليت هذا اسميه سويل ستاك، طبعا هذا للأسفل هو الدرين اللي دي يجمع الويست، والأعلى هذا فنتليشن. هذه اللافيتري هذه ما اسميها سويل ستاك، هاي حسميها ويست ستاك. راح امسحها هذه المحاضرة لأن أنا ما أدري بيها صوت، راح امسحها وبعدين أنا أضيف لكم إياها مرة ثانية. طيب
The soil pipe is a pipe through which liquid waste carrying human excreta can flow. The soil pipe نفس ما تعرفنا هسه انه عندنا soil pipe وعندنا waste pipe. السويل بايب راح تشيل الويست اللي يحتوي على الفضلات البشرية اللي هي جايني من الـ WC أو اليورينال، والويست بايب هو البايب اللي راح يحمل ليكويد ويست من بقية الفكستشار عدا الفكستشار اللي تحتوي على هيومن اكستريتا such as waste from lavatory sink etc. يعني من المغسلة، من الحمام، من السينك ومن غيرها. الفنت بايب انبوب التهوية is a pipeline installed to provide flow of air to or from a drainage system in order to protect the water seal of troughs against siphonage and back pressure. الفنت بايب انبوب التهوية انبوب التهوية هو عبارة عن بايب الغرض من عنده انه يسمح بحركة الهواء من والى الدرانج سيستم حتى نبدي نحافظ على الووتر سيل. الووتر سيل بالتراب، قلنا التراب احنا شرحناها قبل، وقلنا التراب هو عبارة عن الجل اللي موجود في الفيكستشرز. الووتر سيل هو ارتفاع المي الصافي اللي يبقى فوق هذا الجل. هذا الغرض من عنده انه يحبس الروائح، انه يحبس الروائح انه تتسرب الى داخل البناية. زين، الـ ventilating pipe is a pipe which enables the full gases of the sewers to be safely discharged into the atmosphere. هنا الـ ventilating pipe راح مهمته انه يخلصني من الروائح الكريهة اللي تتكون داخل السور وتخلصها للاتموسفير للخارج، يعني مو بداخل البناية صرفة. هسه نجي شنو التراب اللي نذكر عندنا، شنو الووتر سيل. Trabs is a fitting placed in a drainage pipe which prevent the passage of cool air or gases through drainage waste or soil pipe and thus prevent their entry into interior of houses or buildings by water seal. هذا هو التراب، شكل التراب. هذا هنا الفلامينج فيكستشر، يعني هاي فيكستشر يونت، وبعدين يجي هذا التراب. هذا التراب قلنا هو نفس القلي. هاي الخطوط الزرقاء هو حركة المي اللي اريد احافظ عليها، والخطوط الحمراء هي هذه حركة الغازات اللي متكونة عندي بالسور، غازات الكريهة اللي أريد أتخلص من عندها. هذا الفنتيليشن بايب، هذا الفنتيليشن بايب، وهذا السويل ستاك أو الويست ستاك، شوفوا حسب نوع الفيكستشر شنو الموجود عندي هنا. فهذا هو الويست بايب، وهذا هو الفنتيليشن بايب، وهذا الاتراك. الووتر سيل هو ارتفاع عمود المي. هنا مبين لك بهذا الرسم الثاني شوي اوضح. الووتر سيل هو ارتفاع عمود المي فوق قعر التراب، هذا القعر الذب وهذا الكرام. هاي التفاصيل لازم تحفظوها، هذا رسم التراب تفاصيله خصوصا هذا الشكل مطلوب، والله هما الشكلين مهمات انك تفهمها. فهذا مطلوب ان تفاصيل التراب بحد ذاته، وهنا أنا مطلوب ان التراب شنو مهمته داخل السور سيستم. التراب بحد ذاته متكون من ثلاث تفاصيل: الدب اللي هي هذه قعر التراب، والكراون اللي هي قمة التراب هذه، الووتر سيل اللي احنا قلنا عليه انه هو عمود المي الصافي اللي احافظ عليه فوق المجاري مجرى الفيكستشر، هو عبارة عن الارتفاع من الدب إلى الكراون، ارتفاع عمود المي بين الدب إلى الكراون أو تراب، هذا الوتر سيل.
هذا الووتر سيل شوف ايش راح يسمح لي، راح يسمح لي ان المي يعبر عادي، بس يمنع حركه الغازات انه تعبر وتدخل داخل البنايه. يعني هذه الاسهم الحمراء يمنعها الووتر سيل انه تدخل داخل البنايه. فهنا كاتب لك الووتر ان تراب بلوكس جازز، هذه مهمتها. الويست ووتر جوينج داون عادي، الويست ووتر تتحرك جوينج داون تعبر للاسفل وتروح للانابيب المجاري التصريف عادي، بس مال ان الغازات اللي متكونه هنا بداخل شبكه المجاري تعبر وتجي تعبر هذا الووتر سيل، لا هو الووتر سيل مهمته انه ما يسمح لها تعبر حتى ما تتسرب داخل البنايه. فراح يكون الطريق الوحيد للغازات انه تتصرف خلال الفنتليشن فايف، هذا الفنتليشن فايف. هاي بما تعريف التراب، الووتر سيل احنا عرفناه على الرسم، ناخذ الكتاب مالت الووتر سيل is the vertical distance of water between the depth and the ground wear of a trap as shown in figure 4. هذا فيجر 4 جاي لك الووتر سيل هو عبارة عن المسافة العمودية اللي محصورة بين الدب هذه قعر بين الكرام في الاتراب. عرفنا شنو فائدتها. الكاركترستيك اوف ترابس، شنو مواصفات الاتراب؟ General characteristic of good traps are they should be non-absorbent having adequate water seal at all time. يعني يقول لك انت لازم تكون هذه التراب الووتر يعني ما تعبر ماي او تسرب ماي بحيث الووتر سيل يصير فيه خلل، فانا لازم احافظ على هذا الارتفاع مال الووتر سيل at all time كل وقت، لان هو الووتر سيل هو اساس شغله التراب، بدونه ماكو داعي. They should be smooth within no projections or angles that could obstruct the flow of water. هذه الترابس لازم تكون سموث، يعني كلش ناعمة ما بيها خشونة ما بيها زوايا حادة حتى ما تتراكم بيها المواد الصلبة تعيق حركة الماء. Third seal for cleansing. They should be provided with suitable access for cleaning. يعني أنا إنه أقدر أنظف هذه الووتر تراب. التايبز اوف ترابس، التايبز اوف ترابس راح يعتمد على عدة تصنيفها، راح يعتمد على عدة أشياء. يا أما depend upon the shapes أو according to their use، واحدة من ذول الاثنين. يعني شو راح أصنف التراب؟ according to their shape يعني حسب شكلها. عندي ثلاثة أنواع من الترابس، عندي الـ P trap اللي شكلها مثل حرف الـ P، عندي الـ Q trap وعندي الـ S trap. هذه هي الـ P والـ Q والـ S trap، هذه على شكل حرف S وهذه على شكل حرف Q وهذه على شكل حرف P. هذه according to shape. طيب التصنيف الثاني according to their use as flower traps, gully traps, intercepting traps. شارحين كل واحدة من عندهم ذن الأنواع هنا هاي الصفحات. flower أو gully and intercepting traps. flower traps use for admitting surface wash or wastewater from floor of bath and kitchens. هذا الووتر سيل مالته يكون كلش قليل، شوفوا هنا قد الفرق كلش قليل. هذا الووتر سيل هذا يقول لك انا استخدمه للباث وللكيتشن لان ما عندي اجسام صلبه كلش هوايه، فعادي من هنا يصير التنظيف مالته. هذا الفلور تراب. الجلي ترابز used for the reception of sludge from bath, sink and wash basin as well as rain or surface water from house tops or backyard. يعني هنا هذا استخدامه أوسع
أوسع من النوع الأول اللي هو الفلور ترابس، مخصص فقط للباث والكيتشنز. هنا لا، يقول لك هذا الجلي ترابس أنا أستخدمه للباث، للسينك، لللافيتوري، للمغسلة، للرين ووتر، للسيرفس ووتر اللي أجمعه من سطوح البنايات أو من الباك يارد، يعني الحدائق أو الجراجات. فهذا هنا استخدامه أوسع، أوسع من الفلور تابس. النوع الثالث والأخير اللي هو الانترسبتنج، هذه أشكالها مو مهم إنه تحفظها، بس الأنواع اللي قبلها لا مهمة. Intercepting traps used to the junction of the house drain and the house sewer. هذا استخدامه ما راح يكون بالفيكسشر نفسها، وإنما هذا راح يجمع أو بالنقطة التقاء الهاوس سور ويا الهاوس درين. هذا هو intercepting. Intercepting يعني أنا أستخدمه لنقاط التقاطع بين الهاوس درين إلى يعبرها للهاوس سور، يعني إنه بده يعبرها خارج البناية. هسه الأشكال اللي أريدكم تحفظوها، هذا فيجر 4 مطلوب تحفظ، جدا مهم هذا إنه تحفظ أو تفهم أساسيات الترابس شلون ده يشتغل، هذا كلش مهم. البقية ما تهمني بقد هذا الشكل، هذا الشكل مطلوب حفظ. أوكي طلاب، اوكي دكتور. زين، هاي المحاضرة هحولها PDF حتى لا يجي بيها الصوت الخربطة اللي فيها، هحولها PDF وأنزلكم إن شاء الله.